امرؤ القيس، رأس الشعراء العرب وأبرز أعلام الشعر الجاهلي. وصف بأنه أشعر الناس، عاش 45 عاما فقط، لكنه ترك 51 قصيدة و47 مقطوعة وأرجوزتين. اهتم القدماء بشعره واحتفوا به دراسة ونقدا وتقليدا، وأعجب به العرب والمستشرقون في العصر الحديث، فأقبلوا على طباعته منذ القرن 19. أشهر أعماله معلقة طويلة مطلعها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. أبو القاسم الشابي، شاعر وأديب تونسي شهير، خلد اسمه بحروف من نور في وجدان تونس وبلاد العرب والعالم أجمع. ترك قصائد مشحونة بالعواطف النبيلة والقيم الخالدة، حظي بألقاب كثيرة، منها شاعر الحب والحياة، شاعر الحب والثورة، شاعر الحياة والموت. عاش حياة قصيرة، لكن قصائده ما تزال متداولة لما تحمله من معان وحكم عميقة. أشهر قصائده إرادة الحياة: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. بدر شاكر السياب، شاعر عراقي من ألمع شعراء العرب في القرن 20، وأحد مؤسسي الشعر الحر. كان السياب شاعرا فذا، اصطبغ شعره بالأحداث المعيشية والاجتماعية والفكرية. وقف من الشعر موقف الثائر، ونقله من التقليد والتقديس إلى طور التجديد. عاش 38 عاما، له ديوان في جزئين نشرته دار العودة ببيروت، جمعت فيه دواوين وقصائد طويلة صدرت للشاعر في فترات مختلفة: أزهار ذابلة، وأساطير، وأنشودة المطر. أشهر قصائده أنشودة المطر، يقول مطلعها: عيناك غابتا نخيل ساعة السحر. أمل دنقل، شاعر مصري لقب بشاعر البسطاء والمهزومين. استوحى قصائده من رموز التراث العربي. حمل دنقل في شعره آلام الأمة العربية وضياع نصرها في معاهدات السلام المجحفة، متجرعا مرارة نكسة 1967. صدرت له 6 مجموعات شعرية، أبرزها البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، تعليق على ما حدث، أقوال جديدة عن حرب البسوس. أصيب بالسرطان وعبر في قصيدته السرير عن معاناته ولحظاته الأخيرة، يبدأها بقوله: أيها الواقفون على حافة المذبحة، أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة. رياض صالح الحسين، شاعر سوري من شعراء قصيدة النثر في العالم العربي. رغم وفاته المبكرة في سن 28، تركت تجربته أثراً لافتاً في الشعر العربي المعاصر بملامحها وأسلوبها وروح صاحبها المتألمة الغاضبة المتمردة. أصدر 3 مجموعات شعرية في حياته: خراب الدورة الدموية، وأساطير يومية، وبسيط كالماء، واضح كطلقة مسدس. وأنجز مجموعته وعل في الغابة قبل وفاته في مستشفى المواساة بدمشق.